تحولت من إعلامية وناقدة وسيدة إلى وزنة ورأية وناس بتنطرها إلى بطلة كليب غنائي. أنا؟ إيه. ما شفت كليب أصلاً مصري؟ لا. ما شفتي؟ بس ول. أوف. بتحب فاجيك كليب؟ لا بقى أنا أشوف أصلاً ليش؟ ليش أشوف أصلاً؟ عملت كاريكاتير عنك أكيد عرفتي. والله يعني سمعت. سمعتي سمعتي. ما كان عندك حشرية تفوت تشوفي؟ لا لا أنا صوتها يزعجني ما أقدر أشوفها. يعني إذا هي تغني يعني يمكن تحطها ميوت ممكن أشوف. شفت الصور اللي انتشروا على السوشيال ميديا مثل النار بالهشيم؟ من نار بالهشيم؟ كنت مشغولة بانتخابات. ما شفتي. بدك فرجيكي اياها انا؟ إذا ما شفتي أنا بفرجيكي. إذا شفتي وما بدك تحكي قولي ما بدي. ليش تفرجيني عشان تشيشني يعني؟ شو يعني شيشني؟ يعني تخلينا يعني أزعل و لا لا ما بدك تزعلي أبداً. أتقول عم بعرض قضية رأي عام. فيك تقولي اللي بدي أحكي، فيك تقولي ما بدي أحكي. لا يعني اعتقد ما تستاهل واحد يضيع وقت البرنامج عليها. غريب فجر السعيد ما ترد حدا ينتقدها او حدا يحولها من اعلاميه وسياسيه كتير كتير وسيدة. لحظه كثير انتقدوني وما رديت عليهم. عادي في كثير انتقدوني ما رديت عليهم. تعرف تختار مين ترد ومين ما ترد. انا عارف منو ارد عليهم ومنو ما ارد عليهم. في ناس ارد عليهم في ناس ما ارد عليهم. في ناس بتخاف ترد عليهم؟ لا اخاف لا. أنا ما خاف إلا من الله. اليوم هي مسيطرة على الخليج يعني إذا بدك حفلات مهرجانات. وأنا شعلة بلعب أنا مطربة يعني. أنت من زمان مسيطرة على الخليج. لا أنا مطربة. بتوقفني ما دام ما أشتغل. شو بتقولي على الهواء؟ أقول حق منو؟ أقول حق منو؟ لا أصالة نصري. منو أصالة؟ أصالة نصري. أصالة حسن. هو اسمه حسن؟ لا جوزة. فائق حسن، أصالة حسن، مدام حسن. منو زوجها؟ فائق حسن. منو فائق حسن؟ مدير أعمال مجد المهندس، نجم وشاعر كثير كبير عراقي. ونعم والله ما أعرفه. ما هنيتيها. هنيه بشنو؟ بزواج. بزواجها. ما حد قال لي. هالقد بعيد عن لا صوتها يزعجني، صعب أسمعها يعني، يعني صوتها أذني ما تتحمله. على فكرة مو هي بس كثير من اللي يصارخون ما تحملهم. مين غيره بيصرخ؟ أي أحد يصارخ صعب تسمعه. في مذيعين يصارخون. طول الهواء. موضوع.